مرحبا جهاد. اهلين وسهلين بالسيد جهاد. اهلا وسهلا ومرحبا بجارنا الكريم. خلي عني خلي عني يا سيد. جهاد انت وياها معلش تاخذنا شهر ولاد ولاد. تفضل 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 جارنا. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. الله يسلمك يا عزيزي. اهلا وسهلا ومرحبا فيك يا ميت. مرحبا حبيبي. مرحبا سهلا. اهلا وسهلا يا جارتنا. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. اهلين وسهلين ومرحبتين. طمني عنا شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله لك ابني من رضي عاش. اي والله. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ لساتك عم تحضر للسفر ولا؟ لا 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 هلا عم حضر. يعني ناويه من كل ولسبت؟ ناويه من خير ان شاء الله. خير اللهم يجعل التوفيق حليفك والسلامه نصيبك. شو تشرب حبيبي؟ لا 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 سيد جهاد يا عفاف عفاف. انت امرني جاي لك يا جارنا. والله ما في داعي لاني مستعجل. ولك ابني ليش بصلتك محروقه دائما انت؟ اتكل على الله وهدي اللعبه شويه. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك وفق هذا الإنسان واجعله سعيدا في حله وترحاله ولا تتوه له رأيا واجعله مصيبا في قوله وأفعاله يا رب. ايه سيدي ما قلت لي انت ليش مستعجل بقى؟ والله يا عم يا ابو عزيز مسبوق بالوقت شوي. بدي انزل اشتري شوية اغراض بتعرف يعني موضوع السفر. مشان هيك في حديث صغير حاب احكيه بيني وبينك. تكرم عينك ولو سيد جهاد. صدري مفتوح إلك ووقتي كله على حسابك. بس ما بعرف والله مو حلوة هيك من ضيفك شي يا عفاف. عفافو يا عفاف. جارنا ما في داعي ما في داعي بيتك عامل. لا ما بصير ولوي خلي لياك. سيد راسي الموضوع ما في مثل ما بتعرف أنا رجال مقطوع من شجرة ومالي حدا بهالدنيا غير أخي اللي عايش بكندا. لك حلي عني ما في مجال غير. ما في لك ما كنا نخلص أنت وياها. يا عمي شو عليكم؟ لا تأخذنا جار مشان الله. كمل حديثك حبيبي كمل. المهم جار مثل ما بتعرف أنا مقطوع من شجرة وأخي الوحيد عايش بكندا. فقلت لحالي يعني إذا ما فيها سئلة بركضاً بعطيك مفتاح البيت بتشق عليه منه بتسقيلي الزريعة ومنه بتطعميلي الببغاء إذا ما فيها لبكها. ولو جار اسمعوا على الحكي اسمعوا. شو إزعاج ما إزعاج ميت طلب مثل هالطلب. ولولا توصي حريص يا جهاد وإن شاء الله بدير بالي عليه مثل بيتي وأعز. تكرم عينك. طمنتني. الله يطمن بالك يا جار. هذا العشم فيك طول العمر. يلا بستأذن. لا شو بتستأذن لسه ما ضيفناك شيء يا عفاف. عفافو يا جار. لا بمسي حلي عني بقى يا عمو بابا. أنا أعطيك مجلة. لك أعطيها المجلة القرود تنتعك إن شاء الله. وأنت الثاني حلي عني بقى عيب. ما قلت لي شو ضيفك حبيبي يا جار؟ ما بيصير ما بيصير. عفاف يا عفاف. جارنا الله يخليك مستعجل شوي بدي روح طب اغراضي وخلص بعطيك المفتاح باذن الله بالمسافه. السلام عليكم. ما بضايقك. الله معك. مع السلامه حبيبي. مهون ان شاء الله. الله يحرسك. شو انت مسافر جارنا؟ قال بعد يومين. وقديش بده يغيب؟ قال بده يغيب شهرين بعدين بده يرجع على بين ما يزبط وضعه هنيك يعني. ايه نياله الله يطعمنا مثل ما الله طعمه. لك شو نياله يا غشيمة؟ على ايش نياله؟ يعني حدا بيكون عنده بيت ملك وسيارة ووظيفة حكومية وبيترك بلده وبيسافر لبلاد اصغر فكرة اخدينا عنا انه نحن ارهابيين؟ ايه لا مو لهالدرجة. بعدين شو فيها اذا الواحد تغرب له كم سنة لحتى يحسن وضعه ورجع يستقر ببلده؟ عيش يا قديش. شو بده يحسن لحسن؟ يعني قد ما حسن بس يرجع لهون رح يحط كل شيء صمده وجابه معه. ايه. مطور الغد عفافه؟ لا تقبرني جاهز جاهز بس بسرعة. الله يرضى عليك بسرعة لان دوبي يعني اكل لي لقمتين وانزل اشتغل على التاكسي. على يهمك حبيبي جار الوضع انت واجبنا هذا. الله يسلم ايديك يا رب. الله يسلمك ويعزك يا جهاد. ايه سيدي ان شاء الله تروح وترجع بالسلامة يا رب. إلهي وأنت جاهي ونصيري ومولاي وعضدي توفق جهاد ابن شوكة بوز النمس وترجعه من بلاد الغربة سالم غانم يا رب وتحول التراب بين إيديه ذهب إبريز إنك أنت السميع العليم. ماشي أهلين حبيبي. سلام عليكم. الله معك جهاد. جهاد وعينك على حالك حبيبي. أبو عزيز ما بدي وصيك بالبيت ولا يهمك حبيبي. يلا حبيبي خاطر الله معك. تحلي حبيبي تحلي يا روحي. الله معك مع السلامة. حرك روحي حرك. الله معك يا روحي. الله معك.
يأمني على بيته، أحسن ما يسرقوا له إياهم. نعيمة، الله ينعم عليك إلهي، بس بالحمام ما ضل ما يسخني؟ أوف، وليش بقى؟ ما بعرف، بس الظاهر المازوت خلاص، ولازم تتحمم أنت وابنك اليوم. ومنين بدي أجيب لك مازوت بأنصاف الليالي؟ والله ما بعرف. يا عزيز، عزيز. نعم بابا. الله يرضى عليك، هلأ بتطلع على الأسطوح وبتسحب المازوتات اللي بخزان جارنا جهاد على خزاننا وبتنزل. خذ معك البربيش عزيز، البربيش الصغير، يلا بسرعة الله يرضى عليك، ما بدنا نتحمم بأنصاف الليالي. هذه خذ معك بيل حتى تشوف بخويش الخزانات منيح. بصير هيك تساوي يا أبو عزيز؟ ليش نساوي؟ يعني إذا أخذناهم نحن مو أحسن ما ينسرقوا؟ وبينسرقوا لأنه بعدين شو نسيتي إنه الرجال أمني على البيت؟ إيه لا ما نسيت. إيه ما بيجوز، ما بيجوز. ما عاد اقلع مو هيك؟ ايه معلوم، شلون بده يقلع وهو قديم وخربان؟ صار له من زمان المرحوم ابي. بتعرفي يا عفاف شو عم يخطر على بالي؟ شو عم يخطر لك؟ عم اقول لحالي اسمه جارنا جهاد مسافر، ليش ما بنستعير تلفزيونه؟ لا يو، شو نستعير تلفزيونه؟ ايه والله مو حلوه. ليش مو حلوه؟ لا تنسي انه الرجال وصانا بالبيت. بعدين إذا كان غرضه تحت عيننا مباشرة مو أحسن عيننا ما تشوفه؟ إيه خلاص متل ما بدك. وين المفتاح؟ ليك. حبيبي شريف، شو رأيك بما أنه جارنا وصاك ببيته وأمنك على حمايته، شو رأيك تجيب الريسيفر اللي عنده؟ لأنه ديجيتال اللي عنا عادي، وبعدين طارت كل المحطات اللي عليه. خطي مشان الاولاد بيتسلوا. والله فكرتك حلوة، انه شلون ما خطرت ببالي قبل هلا. ايه انا اصلا قلبي مالل من هالكم قناة اللي عم يطالع الريسيفر الانالوج اللي عنا. بقى هلا اسمه عزيز على الاسطوح بخليه يساعدني بتمديد الكابلات. بدك شي من بيت جارنا قبل ما امشي؟ لا حبيبي هلا ما بدي شي، سلامتك. لك لا حبيبي لا، انا ما بدي امسك صندوق انتخابي ولا بدي وجعه الراس كلياتها. بعدين تعال الا انا دخلك شو جايني من هالشغله؟ بكره الواحد منهم بس ينجح بينسى اهله واصحابه، بقى راح يتذكرني اذا كنت ساعدته بالحمله الانتخابيه ولا لا؟ اصلا ما عنده وقت يتذكر. بابا مطول بالك على التليفون. لحظه ابو فراس، شو بدك؟ عم استنى تليفون من رفيقتي ليلى مشان نتائج البكالوريا. لك انت ما سمعتيهم قالوا بالاخبار انه النتائج بكره؟ ايه ايه مزبوط بابا، بس ابونا رفيقتي ليلى بيشتغل مديريه التربيه وبتكون النتائج صارت على طاولته اليوم. بابا روحي هلا، روحي بدي اكمل حديثي، روحي احكي من بيت جارنا جهاد. معك المفتاح؟ هلا كل ما بدي احكي تليفون بدي اروح على بيت جارنا جهاد. مو مشكله يا عزيز، عزيز ولك يا عزيز. ايه بابا عم تعديني؟ وطيني صوت المسجلة نصرع راسنا. خذ المفتاح من على المكتبة وروح الله يرضى عليك واسحاب السلك تبع تليفون جارنا وجيبه لعنا، لأنه الله يصلحه تارك السلك فلتان. بقى روح جيبه، اخطي من خاف حدا يسرق له اياه، وزلمة موصيني بالبيت مو حلوة ابني. حاضر بابا. ايه حبيبي لا تأخذني تأخرت عليك. لا لك بابا، إذا صار ما صار بعدين بتلاقي الواحد منهم. لا 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 ليش؟ لك ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله اللي الله عطاني عمر وخلاني شوف بنتي ناجحة بالبكالوريا وفايتة عن جامعة. لك ألف مبروك تبرين. الله يبارك فيك أمي وخلي لي إياك يا أحلام بالدنيا. ألف مبروك يا بابا، وعقبال ما تتخرجي من الجامعة ونرفع راسنا فيك. إن شاء الله على طول بيضلوا راسك مرفوع يا بابا، بس هلأ لا تفوتوا لي بحديث الجامعة وتنسوا لي الحفلة. أنا حفلة؟ حفلة نجاحي،
معقول نجحت بالبكالوريا وما تعملوا لي حفل مطنطنه؟ حكي مزبوط. حكي بابا اللي عم ينجح بالبكالوريا هلا عم بيعتبروه الناس بطل قومي وعم بيعملوا له احتفال الابطال. مزبوط حكي. سامعين شو عم بيقول عزيز؟ هذا هو الكلام المزبوط. تكرم عينك حبيبتي، بس بابا يلي محيرني شلون بدنا نساوي الحفله عنا هون بالبيت، لانه ما شاء الله كان رفقاتك كتار وقرايبيننا كتار وبيتنا صغير ما بيسع كل هالقمه. وليش لحتى نساويها ببيتنا؟ لكان وين بدنا نساويها؟ بيت شهر جهاز. لكان وين نساويها؟ لكان بيت وزيها. اليوم اتصلوا فيه من الجمعية السكنية وقالوا له انه البيت اللي مسجل عليه بده 4 سنين ليخلص ويستلمه. قولي 30 سنة ولا تخافي، اصلا هذا اخوكي طلع غشيم بشكل. ليش بقى؟ شو ليش؟ يعني من طول عمره بيت الجمعية بيسجل الواحد فيه حتى حفيده يسكن فيه وبآخر أيامه كمان، والأفندي أخوكي مفكر حاله رح يسكن دغري كأنه عايش بسويسرا. المهم شو رح يعمل هلا؟ يعني شو بده يعمل المسكين؟ بده يستأجر وغالباً رح يأجر العرس. طيب أنت ليش عملتيها مشكلة؟ يعني شلون ما بدك يعني أعملها مشكلة؟ المسكين بده يحط 5000 ليرة، يعني كل معاشه أجار بيت بآخر طلعة الكيكية، وعلى هالصورة بدهن يعيشوا كل الشهر على معاش مرته، والله بيعلم قديش بدهن لحتى يفرشوا البيت. اي ستي الله بيدبرهم، شو ناقصنا نهك الهم الناس نحنا؟ قومي حطي لنا عشاء، جعت الله يرضى عليكي. يلا. ألو مين؟ اهلين اهلين وسهلين سيد جهاد، يا ميت مرحبا. كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. انت الحمد لله. اهلين جار، طمني عنك، كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. كيف الاولاد؟ ايه الحمد لله الحمد لله. طمني في شيء جديد بغيابي؟ والله عنا كل شيء تمام، الكل بيسلم عليك وكل شيء لساته على حطة ايدك. يعني اذا بتغيب شهر ولا 10 سنين مثل بعضها حبيبي، وامتى ما بترجع بتلاقي ما في شيء تغير. انت احكي لي كيف لقيت كندا؟ ان شاء الله لقيت شغل محترم. الحمد لله ماشي الحال. بصراحه يا جار انا مشان هيك اتصلت فيه. خير جار؟ الحقيقه اسسنا انا واخي شغل جديد، صحيح لساتنا باول الطريق بس الحمد لله رب العالمين ماشي الحال. كثير صعب الغربة، الواحد ما له غير بلده، ما له غنى عنه. لا ما رح ارجع هلا، اجلتها شغله 2 3 لحتى ظبط اموري. جار اذا متضايق مسؤوليه البيت قل لي، سكر البيت وبعث لي المفتاح. لا ابدا. لا شو متضايق، الله يسامحك يا جهاد. اي والله انا والمره والاولاد دايرين بالنا على البيت كانه بيتنا. بقى لا تهكلهم حبيبي، لا تهكلهم سيد جهاد، ان شاء الله كل شيء بيكون تمام. الله يخليك يا ابو عزيز، والله انك من اصل بتتامن على الروح. اصبح جار اذا ما فيها سئله بركدم تاخذ مفتاح السياره من درج مكتبي مشان تبقى تشغلها كل كام يوم، لانه معلومك البطاريه بتنشف اذا ضلت فتره طويله واقفه. شو سياره؟ ايه ولا يهمك، ان شاء الله ما راح اخليها تفضى. شو هي اللي ما راح تفضى؟ البطارية. خلاص انت يعني لا يكلك فكرة واعتبر كل شيء تمام وكأنك موجود بإذن الله وأحسن. تسلم يا جار تسلم، بس الله يخليك بدي اطلب منك خدمة خاصة هيك صغيرة لو سمحت. ولو حبيبي جهاد، انت بتأمر يا عيوني. شو أخبار ببغاء؟ الله وكيلك يا سيد جهاد، عم دير بالي عليه مثل ولادي هيفاء وعزيز فرد شكل. يسلموا إيديك يا جار، بس اللي صار اني لما وصلت على كندا وشفت الحريه اللي موجوده هون، ما هان علي يخلي الببغاء محبوس بالقفص وانا عم بتمتع بالحريه. بقى بدي منك تطيره، لانه ما بيعرف الانسان معنى الحريه الا لحتى يعيشها. الله عليك الله عليك يا سيد جهاد، شو رومانسي. او طير الببغاء قال يعني، وعلى فرض طيرته ايه رح يوصل لعندك لكندا؟ طبعا لا. اصبح خلاص اسمع مني وخليه مطبوب احسن بكره ما يدعي عليك. بعدين مفكر انه هالمسكين رح يلحق يتمتع بالحرية؟ عليم الله، اول ما رح طيره رح تلاقي 100 حجر وبارودة خردق بانتظاره. انت هيك رأيك؟ وبظن انه هيك رأيه كمان. يعني انا سيد جهاد، سامعني حبيبي، عم قول انا
مع اني انسان بتمنى يحطوني بقفص واقدر لاقي لقمتي فيه، احسن ما يفلتوني ببلاد الله الواسعه واركض ورا اللقمه وما لحقها. طيب سيد راسي، اعمل اللي بتلاقيه مناسب. بتوصينا بشي جار؟ ابدا حبيبي ابدا، الله يوفقك ويرزقك من خزائنه الملانه. والمثل بيقول لك مطرح ما بترزق الزق. الله معك حبيبي، الله معك سيد جياد، يسلم لي الصوت. مع السلامه حبيبي. يا عفاف يا عفاف، تعال لك بسرعه. وينك؟ قبل كل شيء جيبي قفص الببغاء لهون، هذا صار ملكنا. شلون هيك؟ هيك شلون هيك؟ هيك. بعدين قديش قلتي لي اخوكي بده يدفع اجار البيت والكيكية؟ 5000 ليرة. طيب شو رأيك إذا دبرت له أنا بيت هون عنا بالبناية وبنفس السعر كمان؟ هلا خليتني اترك اللي بايدي واجي لعندك عشان تتمسخر علي. هلا انا عم بتمسخر؟ والله عم بحكي جد. هلا اتصل فيي سيد جهاد من كندا وقال لي مو راجع قبل سنه سنتين. شو يعني؟ يعني شو عليه اذا اجرنا البيت لاخوكي؟ اخطي خليه يقعد له فيه سنتين ثلاثه بينوبنا ثوابه وبعدين الله بيدبره، وهيك بنكون ضربنا ببغاء وعصفورين بحجر واحد. منه منوفر على أخوكي ومنسكنه ببيت جاهز بحياته ما كان يحلم فيه، ومنه نحن منستفيد بقرشين الزراف اجونا على بارد المستريح. بعدين حبيبتي إن شاء الله صدقتي إنه جارنا جهاد عن جد رح يرجع بعد سنة سنتين. ليش مو هو هيك قال؟ صحيح ما بقلك لا، بس هلأ هو هيك عم يقول لأنه ما صار له زمان وصلان لهنيك، والحنية للبلد لساتها معشعشة جوات قلبه. بس بكرة لما ببلش يسحب بالدولار ويحسب فرق العملة وقتها رح يطمع وبصير بده يقعد فترة أطول. يعني قولتك ما بيزعل؟ ليكو التانية وليش لحتى يزعل؟ يعني فوق ما عم يسكنه بالبيت ناس أوادم حتى يديروا بالهم عليه؟ أصلاً هو ما رح يدرى، ولا تنسي إنه الرجال موصيني بعظمة لسانه بالبيت. لكان رح أتصل بأخي وبشره وخليه يحدد موعد العرس. الله يذكرك بالخير يا أستاذ جهاد، كان عندك بيت وسيارة ووظيفة حكومية ورغم هالشي ما عجبك وسافرت، بس ليكني أنا هلا الحمد لله عايش أحلى عيشة من ورا يلي تركته أنت هون. فعلا الإنسان بتجي رزقته يلي الله كاتب له إياها وين ما كان يكون. هي 10,000 أجار السيارة و5,000 أجار البيت، نعمة كريم. حاجتي بقى شغل على التاكسي كل يوم لوش الصبح، وحتى الوظيفة ما عاد إلها طعمة، وعم فكر استقيل منها وأقعد بالبيت وأتفرغ وأكتب مذكراتي.